هذه تيجي داخلها بعد، يعني هي شنطتين جوا بعض، فحلوة مال الشنطة. كم سعرها؟ توقع حل 3000 أو 4000 شيء زي كذا، ما أتذكر بالضبط بصراحة، يا 3000 يا 4000. أضافي سويتها 690 بالضبط. اللي تغفيني من إنه ولدت يس، هذا الحين بعد ال... دقيقة. عندي صديقات إيه السوق، عندي سيارة الحمد لله. أضافي 690، حسابي 690، غالية أدي عشان ما حد يقولي، بس عاد أنا أحب أدلع نفسي. أنت متزوجة؟ لا أنا مو متزوجة، لو تزوجت بقول عادي، مو سر هو غالي مرة. يس أي نوع أنه غالي، بس أغلب البنات يحل الصالون هذا لأن شغلهم حلو. من مخازن العناية هذا. والله لو إني عروس ما سويت. أوكي لا تسوين يا ماما، ما حد يجبر أحد على إنه يتزيع ويكون مرتب في حياته، هذا خيار شخصي. ما في جائزة بيعطونها للبنت اللي تحط ميكب أقل، ولا جائزة للبنت اللي تحط ميكب أكثر. عادي عطري، غالبا احط سي اتش الاحمر، بس اليوم بحط هذا ريحته على عود شوي. انا موظفه ما شريت شنطه بسنه 1000. الصالون في الرياض يسفل عليا، بعد اسبوعين تبدا تطول، يا اما اروح اسوي ريفل يا اما اشيلها. بحط راج أول شيء، أبي أحط راج حلو، بس ما أدري شو أحط صدق، يعني أبي أحط راج لونه حلو. أتذكر كان عندي واحد هنا عادي وين حطيته الصدق، بسم الله توه بوجهي. يا الله بسم الله، أحس في جني يلعب معي. وين أحراج؟ كيف تتوضى مع الاظافر؟ عادي اتوضى مثل المسلمين بالضبط، افتح المويه واتوضى، اقول بسم الله قبل ما اتوضى هذا اهم شيء، وبعدين ابدا اتوضى. اذا خلصت اقفل المويه وبعدين ادعي، وبعدين اروح اتحجب بالجلال واصلي، واذا خلصت اشيل السجاده والجلال على جنب. وأحس هاي الطريقة الصح للصلاة، ما أدري، أضافي مو قاعدة تعيقني وأنا قاعدة أسوي هذه الأشياء كلها. بسم الله الروج كان قدام عيني الحين واختفى، ما أدري وين حطيته، أحس خلاص. أوكي هذا هو، بسم الله. وش قطاوتك؟ 6. كلاس فاقة ودي أحس تومات شوي. مدري أيوة
ايش كنا قاعدين نقول؟ ان شاء الله خلصت فقرة الاسئلة اللي ما لها سنع وما لها داعي، والانتقادات بعد اللي ما لها سنع. ان شاء الله انها خلصت وانا مشغولة في الميك اب. ايوه، عنايتي ببشرتي دكتور وليد الصالحي هو اللي عدل لي بشرتي. بشرتي كانت سيئة جدا للأمانة، ما كانت سيئة، ورحت له، هو اللي اقترح علي الجلسات والكريمات، فأنا رحت لو أنا واثقة فيه. فهمتوا؟ مسوية فيلر؟ لا، بسوي فيلر. عندي موعد لكن توا ما جاء موعدي. افضل مرطب للبشرة حط ايلاينر. ترى الصدق ثقيل، اثقل من الكاميرا، مو مره مبين اللون. فهمتوني؟ ما تحطي رموش؟ لا والله ما اعرف احطها، لو اعرف كان حطيت، بس ما اعرف. خليني اوريكم بالكاميرا الثانية. احس يبين افضل. فليب سوا كذا. اوكي دقيقة. استسال من فان كليف، هذه نفس الوردة حقت فان كليف. اوضح. شفت الميك اب يعني مرتب، ما احس انه يحتاج اكثر. كذا افضل. اولابلكس، الاويل حق اولابلكس هو اللي احطه على شعري. خشمك، ايش في خشمي؟ ايش في خشمي؟ سياتي كونا اللي اطلع عليها اغلب الوقت كونا. ايش سياتي كونا؟ ايش ما ادري ايش مكتوب. السيارة الثانية خلاص ما حقول شيء، كل ما اقول شيء يقولي تهايطين مدري ايش. وليد الصالح عيادات ميديكا. حاجب حلو حاجب لا، معلش سوري. بنت أغنياء الله يرحمهم ويغفر لهم. عاد كونا لونه أبيض. عاد تو ماتش أقعد أقول لكم لون السيارة وأي حي ساكنة وشان اتفضل الصلاة، احس ما لها معنى والله، ما حيفيدكم شيء. هذا حق الشعر اللي هو اولابلكس، هذا خيالي 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 للشعر. تشبهين نوش